بصوا، أول بونجور يا جماعة، إن شاء الله تبقى سنة سعيدة يسطا عليكم وعلينا. بصوا، النهاردة هناخد الأرتيكل إنديفينين، تمام؟ الأرتيكل إنديفينين ده زي بالإنجلش إيه وآن، أوكي؟ الأرتيكل إنديفينين بيتقسم لتلاتة، آن وإن ودي، تمام؟ أول هنبتدي بآن. الآن دي بتتحط قدام المو ماسكيلا سنجلي. المو يعني كلمة، ماسكيلا يعني المذكر، سنجلي يعني مؤخر. فكده الآن سيتان أختيكل إنديفيني كي فيان دوفون أن مو ماسكيلا سنجلي، اللي هو الأرتيكل ده، الضمير ده بيجي قدام الكلمة المذكر ماسكيلان سنجليه مفرد، عشان ده دي حاجه مهمه، تمام؟ بتبقى بص، احنا هناخد الاول ان، هتبقى بقصه كده بسيطه، استوار كده بسيطه هنتكلم فيها اللي بتتعمل ايه. كان في واحد جاخسون، ان جاخسون، ان جاخسون ماسكيلان اللي هو ولد، صحي الصبح بدري واخد دش وبيظبط عشان ينزل المدرسه طبعا، وبيظبط الكاختابل بتاعته، ان كاختابل، تمام؟ ان كاختابل اللي هي الشنطه بتاعته، حط في الكاختابل بتاعته حاجتين كبار وحاجتين صغيرين وهو بيحضرها. الحاجتين الكبار اللي هما ايه؟ ان ليفغ، ان ليفر اللي هو كتاب، وان كاي اللي هو كشكول. ان ليفر وان كاي، كتاب وكشكول، وحط حاجتين صغيرين اللي هما ان ستيلو اللي هو قلم جاف، وان كريون القلم رصاص. يعني كده في ولد صحي الصبح بيحضر الكختابل بتاعته، ان كختابل، بعديها حط في الكختابل بتاعته ان ليفر وان كايي، كتاب وكراسه، وحاجتين صغيرين ان ستيلو وان كريون، قلم ازرق وقلم رصاص، تمام؟ بعديها راح على المدرسه. لما يروح على المدرسة ويدخل المدرسة هيبقى اسمه ايه؟ اكيد مش هيبقى اسمه ولد ان جاخسون، هيبقى اسمه ان ايلاف، ان ايلاف، ان ايلاف اللي هو بقى طالب، تمام؟ دخل وقف في الرام بتاعه اللي هو الطابور، وبعديها الان بروفيسور او ان ماتر اللي هو مدرس، او ماتر برضه مدرس، اخدوهم وطلعوا على الفصل. دخلوا كله المسيو اللي هو ان الان بروفيسور او ان مات، ساب حاجته على الان بيرو بتاعه، يعني ان بروفيسور ساب حاجته على البيرو بتاعه، الان بيرو بتاعه. والاولاد كل ولد راح على الان بون، على اللي هو الديسك بتاعه، ان بون. وبعد كده الان بروفيسور كتب على الدرس على الان تابلو اللي هو البورد، تمام؟ يعني كده، عشان بس دي قصة اهو، عشان تعرفوا بس الفوكابيلار اللي هو بتاع الماسكيلا، لازم تعرفوا القصة دي، الستوري الصغيرة دي. كده الان جاخسون عمل ايه؟ صحي الصبح واكل فطر واخد دوش وبيحضر الان كاختابل بتاعته اللي هي الشنطة، حط في الكاختابل بتاعته حاجتين كبار وحاجتين صغيرين. حاجتين كبار اللي هو الان ليفر والان كايه، والحاجتين الصغيرين الان ستيلو والان كريون، انا مجاف الان رصاص. راح على المدرسه بقى اسمه اني لاف، ما بقاش اسمه جاخسون هو ولد، بقى اسمه اني لاف طالب. راح وقف في الران اللي هو الطابور، وقف على اول الطابور الان بروفيسور او الان متر بتاعه اللي هو مدرس بتاعه، اخدهم طلعوا على الفصل فوق. لما اول لما دخلوا حط البروفيسور الان بروفيسور او الان مات، حط حاجته على الان بيغو اللي هو الديسك بتاع المدرس، الترابيزه بتاعت المدرس، المكتب بتاعه الان بيرو اللي هو المكتب. بعديها كل الالاف راحوا كل واحد على الان بوم بتاعه، البوم اللي هو الديسك بتاعه. بعديها راح الان بروفيسور او الان متر كتب الدرس على الان تابلو، تمام؟
انا عايز، انتوا كلكم سمعتوا الاستواء دي صح؟ كلكم سمعتوها صح؟ عاوزكم تردوا عليا. وي وي مسيو. تمام، ده كده الاستوار بتاعت الولد. الحاجات دي كلها كلام ماسكيلين سنجلية، مذكر مفرد. تمام، في بقى ده كل دول بياخدوا ان، اهو كل دول بياخدوا ان. ندخل بعديها على ان. ان دي بتتحط امتى؟ بتتحط، ان دي بتتحط قدام المو devant un mot féminin singulier. Féminin singulier اللي هي مؤنث مفرد. تمام؟ يعني الأول، أول حاجة عندنا أهي. وتاني حاجة عندنا إن. إن دي للماسكيلين سينجلييه المذكر المفرد. وإن دي للفيمينين سينجلييه اللي هو المؤنث المفرد. تمام؟ هنا بقى في قصة تانية غير الأولى. القصة التانية إيه هي؟ صحة برضو الإن في صحة الصبح عشان هتروح على المدرسة، عشان هتروح على المدرسة. تمام؟ الإن في دي أخت الجخصان اللي كان فوق. إن في صحة الصبح، فطرت أخدت الدوش بتاعها، بعديها جت تحضر الشنطة ما لقيتهاش. ليه؟ علشان الجرسون اللي فوق ده كان وحش، أخوها بيهزر معاها وخبى منها الشنطة بتاعتها، وهي كانت لازم تروح علشان كان عندها امتحان اكزامن. فهتعمل ايه؟ راحت أخدت الانتخوس، انتخوس اللي هي المقلمة، وحطت فيها حاجتين، حطت فيها انجوم اللي هو الأستيكة، وين رجله اللي هي المسطره بس، عشان هي كانت لازم تروح المدرسه عشان عندها زمان. المهم ركبت وراحت الان ايكول اللي هي المدرسه، راحت الان ايكول اللي هي المدرسه. تمام، لما راحت هناك بقى زي برضو الولد، الولد لما راح هناك بقى اسمه طالب، ما بقاش اسمه ولد. وهي برضو الفيه لما راحت المدرسه الان ايكول بقى اسمها ايه؟ اني ليف. الإلاف ممكن تبقى ولد وممكن تبقى بنت، هي مش مشكلة. في كلام معين بياخد، ممكن يبقى ماسكيلين مذكر وممكن يبقى فيمينين برضه. المهم دخلت المدرسة بقى اسمها إن إلاف، وقفت في الران اللي هو الطابور، إن مدرس، إن مدرس اللي هي مدرسة، أخدتها وطلعوا على إن كلاس اللي هو الفصل. بعد ما وقفوا في الران وقفوا مع الان مدرس، اخذت الالاف وطلعت على الان كلاس. عشان يدخلوا الان كلاس عملوا ايه؟ فتحوا الان بورت الباب. تمام؟ فتحوا الان بورت الباب ودخلوا. دخلوا المدرس، الان مدرس لقيت ان الشبابيك، الشباك مقفول، اللي هو الشباك يعني ايه؟ ان فينتر، ان فينتر اهو، ان فينتر هو الشباك، لقيته مقفول. قالت للإلاف افتحوا الان فينتر. وبعديها احنا قلنا فوق الاولاد قعدوا على ايه؟ على البان ده ماسكيلان، لكن البنات في مدرسه البنات ما عندهمش بان، عندهم ايه؟ ان تابلا اللي هو الترابيزه، وان شاز اللي هو الكرسي. تمام، يعني كده الان في صحيت الصبح بدري، فطرت اخدت دوش وفطرت، وبعديها كانت عاوزه تحضر شنطتها ما لقيتهاش. ليه؟ علشان اخوها كان بيهزر معاها وخبى الشنطه بتاعتها، بس هي كانت لازم تروح الايطال. فعملت ايه؟ جابت الان تروسا اللي هي المقلمه، حطت فيها حاجتين،
المهم الانفية الفي صحيت الصبح اخذ الدوش وفطرت وبعديها بتدور على الشنطة بتاعتها اخوها كان مخبيها كان بيهزر معاها ومخبيها فهي كانت لازم تروح الاكزامان لازم تروح مدرسة عشان عندها اكزامان اللي هو امتحان مهم فحضرت الانتروس اللي هو المقلمة الانتروس حاطط فيها حاجتين الان جوم الاستيكة وان رجلة اللي هي المسطرة المهم راحت المدرسة المدرسة اسمها ايه ان ايكول بعدها بعد ما راحت المدرسة ما بقاش اسمها بقى ان في بقى اسمها ان ايلاف بعدها راحت وقفت في كلاس في الروم والان مدخلس بتاعتها اللي هي المدرسة اخذتهم وطلعوا على الان كلاس تمام لما طلعوا هم داخلين الان كلاس عاوزين يدخلوا كلاس فراحوا فتحوا الان بورت اللي هو الباب ولما دخلوا المدخلس لقيت الشباك مقفول الشباك يعني ايه الان فناتر قالت لهم افتحوه الان فناتر والبنات هيقعدوا فين مش زي مدرسة الولاد فيها مول لا مدرسة البنات فيها ان طابلة اللي هو ترابيزة وان شاز اللي هو الكرسي تمام في حد يقدر يقول لي القصتين دول او حتى لو واحدة منهم رودينا او لينا او حبيبة او علي او دانا او فاطمة حمزة اي حد فيكم يعرف يقول لي الاستوار اللي انا قلتها مين انا رودينا طب قولي يا رودينا انت الاول قولي القصة بتاعت الان اللي هو الماسكيلان دفون مو ماسكيلان سنجلي قدام المذكر المفرد اللي هو بنحط الكلمات اللي بنحط قبلها ان قولي القصة كده اشرحي لنا كده ان القصة اللي انا لسه قايلها لا مش عايزك تقري استني بس مش عايزك تقري انا عايزك تقولي القصة اللي انا قلتها هو الجرسون صحي الصبح اخد دوش وفطر وبيحضر شنطته اللي هي الكارتابل حط فيها حاجتين كبار وان كارتابل وحط فيها حاجتين كبار وحاجتين صغيرين اول حاجات قدامك هي كلها بعدين راح المدرسة باسمه اني لاف وقف في الطابور مع الان بروفيسور او ان ماتش وبعدها طلعوا على الفصل الام بروفيسور او الام متر حط حاجته على الام بيرو المكتب بتاعه والاولاد قعدوا على البون ام بون والبروفيسور ايوه شرح على التابلو اشرح لنا كده زي ما انا قلت دلوقتي وهو كل حاجه قدامك يا ايري الولد الجرسون وراه فتر اخذ صور وبعد كده حضر انكر تابل وبعدين اخذ حاجتين كبار ان ليفر وان كاي بعد كده اخذ ان ستيلو وان كليو وبعد كده راح المدرسة اسمه ان اليف بعد كده وقف فور ووقف مع ان بروفيسور ان ماتر وبعد كده ان وقعد على الان بيرو الاول اخذهم وطلع على الفصل فوق البروفيسور حط حاجته على ايه ان بيرو بعد كده حاجتهم على ان بون وبعد كده على البون تمام المسيو شرح على التابلو شاطره رودينا انا فاكرك كنت برضو شاطره كده من الاول مين يقدر يقول الثانيه بس حد بقى غير رودينا اللي هي كل ده بيتحط مع الماسكيلان سنجلي اللي هو الان انا عايز بقى حاجه حد يشرح بتاعه الان الفيمينا سنجلي مين لينا يس اسمها وي مشيو لا احنا فاكرينها وي مشيو يلا تقدري تقولي اللي هو الان القصه اللي انا قلتها هنا الان في حضرت حاجتها بس ما لقيتش شنطتها عشان اخدها مش المفروض قبل ما تحضر حاجات لحظه يا لينا مش المفروض قبل ما تحضر حاجتها انها تصحى الاول صحيت من النوم لازم تصحى بعد أيوة. كده
بعد كده جت تلاقي شنطتها ما لقيتهاش عشان اخوها كان بيهزر معاها فخد منها شنطتها، فعشان كده خدت التروس وجا تروس. احنا اهم حاجه عندنا الارتيكل اند فيني ده انتروس انتروس، وخدت معاها الانجام وحطت فيها الانجام والان ايكال والان. استني هو هينفع تحط المدرسه الانيكول في المقلمه؟ لا لا ماشي يلا حطيت فيها الحاجتين دول بس. وان راجل شاطر. بعد كده راحت للان ايكال، بعدها بقت بعد الان بعد كده اول لما دخلت الايكول بقى اسمها ايه؟ بقت ان ليف. والمدرسه اللي هي ان ماتريس راحت معاها الان كلاس. بعد كده بعد كده فتحوا الان بارت، وبعد كده المدرسة قالت له لما لقيت الانفراتر مش مفتوح قالت لهم افتحوا الانفراتر، وبعد كده قعدوا على الانتابل والانشيز. ايوه مظبوط شاطرة. الانتابل والانشيز دول في مدرسة البنات، في مدرسة الولاد كان اسمها ايه؟ اللي هي المسكيلة فاكرين؟ اللي فاكر يقول على طول البنك. امبو مظبوط شاطرين. بصوا بقى الكلام اللي احنا قلناه ده كله في القصتين شاطره يا لينا وشاطره يا رودين. الكلام اللي انا قلته بقى ده كله ده كان اللي هو اندي ايه اندي بتتحط قدام المو ماسكيلان سنجلي، دي مهمه جدا، تعمل كلمه المفرد المذكر تمام اللي هم الكلمات دي، والان دي بتتحط قدام المو فيمينيس انجلي المؤنث المذكر المؤنث المفرد تمام. فيمينا يعني مؤنث، انجلي يعني مفرد اللي هو البنت، اللي هو بقى الان دي اللي هو البوكابيلر ده كله الكلام ده كله تمام. في بقى حاجه ثالثه في اخر حاجه في الارتيكل اند فيني اسمها دي، هي دي بتتحط قدام الكلمه اللي بتبقى بلوريال. بلوريال يعني الجمع، ما بتفرقش بقى معاهم ماسكي الكلمه دي ماسكيناه ولا فيمينه مصفر او مؤنث ما بتفرقش، هي اهم حاجه تبقى فيها انها بتبقى بلوريال اهو، حتى اعملها لكم بالبوز. بلوريال يعني ايه؟ يعني تبقى جمع تمام. يعني الكلام ده كله مفرد سنجلي اهو مفرد، لو زودنا اخره اس كله لو زودنا اخره اس هيبقى بلوريال، فبنحط قدامه ايه؟ دي تمام. بص فور اكزامبل الانجرسون، احنا انجرسون دي مذكر ماسكيلان، لما حطينا فيها اس جرسون، لما حطينا فيها اس بقت دي اتحط قدامها دي عشان بقت جمع تمام. اهو ان في دي فيمينا، لما حطينا في الاخر اس بقت جمع بريال، فزودنا دي حط دي تمام. اهو دي بتحط بون لمو بلوريال قدام الكلمه الجمع. في اكزامبلات ثانيه الانكر تاج لما تبقى في اخرها اس بنحط دي مش ان، ان بوم لما تبقى اخرها اس بنحط دي مش ان. فهمتوا كده؟ كله فهم؟ كله فهم؟ وي ما تركوش عليا ليه؟ وي تمام. في حد مش فاهم حاجة؟ no. كده كله فاهم تمام. احنا هنحل دلوقتي. لا اتفضلي. هي كانت بتنطق ازاي مع الدي؟ بتبقى نفس النطق، هو كله بيبقى نفس النطق بس اللي احنا بنزوده ايه؟ اس. اهو ان كرتب دي كرتب الاس ما بتتنطقش في الاخر، بس دي بتبين ان هي بلوريال جمع. فهمتي؟ اوكي خليكي يا رودينا خليكي معايا. بص
احنا هنا هنشوف الكلام، لو الكلمة ماسكيلين سنجلية هنحط ان، لو مفرد مذكر هنحط ان، لو مؤنث مفرد في مينا سنجلية هنحط ان، لو الكلمة بلوريال جمع هنحط دي. وعرفنا بنعرف ازاي انها بلوريال بنحط اس في الاخر، بنلاقي اس في الاخر. تمام، اول كلمة رودينا هتبقى ايه؟ هنحط ان ولا ان ولا دي؟ وليه؟ ان جارسون. ان جارسون، طب اشمعنى ما حطيتيش دي او ان؟ عشان ده مذكر ماسكيلين. ماسكيلين سنجلي. شاطرة يا رودينا. لينا. في مسيو. يلا اللي بعديها في، هنحط ان ولا ان ولا دي؟ ان. اشمعنى؟ اشمعنى هنحط ان؟ ليه ما حطيناش ان او دي؟ عشان دي في مينا ساكولا سنجلي. قولها تاني. سنجلي سنجلي سنجلي. ايوه ما تكبريش في الكلام. سنجلي سنجلي. قولها تاني. ليه مش يوه؟ ليه؟ قولها تاني معلش. تمام شطرة دي. سنجلي سنجلي سنجلي. مظبوط صح. يلا رنا. وي دي دي زلاف. مش معنى دي زلاف؟ عشان دي بلوريال. عرفت منين انها بلوريال؟ عشان الاس. شاطر سيف. انا فاكرك يا سيف انت شاطر من الاول. انا فاكرك. يلا كريون هتبقى ايه؟ دي. ايش معنى؟ عشان بلوريال. بلوريال عشان فيها اس في الاخر. شاطر يا سيف حبيبه. وي مسيو. فرطاب ده هتبقى ايه؟ ان ولا ان ولا دي؟ ان. ايش معنى؟ ايش معنى حطيتي ان؟ جمع. حطيش لا، لما يبقى في اس تبقى جمع، هنا مفيش اس والجمع فلوريال مع دي. هي ان كتب صح، بس عشان دي ماسكيلين سنجلي. تمام تمام. وي ميسي بو. ماشي طب ما اخليكي معايا معلش. حلي اللي بعديه. في هتبقى ايه؟ نعم ركزي فيها كويس يا حبيبي. في دي هتبقى ايه؟ بصي في الاخر في ايه؟ ايه ولا ايه ولا دي؟ دي. دي مظبوط. علشان ايه؟ عشان في اس في الاخر ودي بتسوي صح. لريال شاطر. علي علي دنا. ايوه علي. رجل دي هتبقى ايه؟ ايه ولا ايه ولا دي؟ علي معايا علي ولا لا؟ علي صوتك علي. انا مش سامع والله. اجاوب على انهي واحده؟ اهي نمروسه راجل. هتبقى ان ولا عين ولا دي؟
لا ان الراجل دي كانت من الحاجات اللي بتتحط في التروس. بصوا افتكروا شوفوا الفيديو عشان الكور خلصت. شوفوا الفيديو احنا كده كده مسجله هينزل. شوفوا الفيديو وعاوزكم المره الجايه تبقوا حالين الباقي كله تمام. ده دوفر عليكم حلوه وبعتوه لي على الواتساب ماشي. ده للكل ايه ولا ايه ولا دي دول كله تمام. في حد مش فاهم حاجه؟ ايه هلو شايفين ولا تحرير يا مسيو؟ انا مش سامع حاجه. انتوا بتقولوا ايه؟ انا بص انا مش سامع. فحليهم كلكم حلوهم ايه ولا ايه ولا دي كلهم وبعتهم لي على الواتساب عشان اصحح تمام. لا 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 كتابه اكتبوها كده في ورقه في وبعتهم لي على الواتساب. وي مسيو اوكي يلا. او لو في حد مش فاهم حاجه يبعت لي يكلمني ويقول يلا اوروار. علي صوتك لينا اوروار 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 اوروار. Thank you.